اللي قدامك ده عبد الفتاح الطوخي، وريث إبليس وسيد الصحراء والمشعوذين في القرن العشرين، واللي اتعلم السحر على أيدين الشياطين واسترد السحر المدفون والمفقود من آلاف السنين، وصاحب أشهر وأخطر كتب اتكتبت في السحر الأسود، وصاحب الطلاسم المخيفة واللي بتفتح لقارئها أبواب الجحيم والدمار. صلى على النبي عليه الصلاة والسلام، وتعال أحكي لكم الحكاية. في البداية، عبد الفتاح الطوخي واحد من أهم السحرة اللي ظهروا في القرن العشرين، واللي شهرته عدت مصر للبلاد اللي حواليها لسببين: الأول قدراته العجيبة واللي بسببها اتسمى بوريث إبليس، وتانيهم بسبب مؤلفاته المرعبة. وعايز أقولك إن سر تسمية عبد الفتاح الطوخي بوريث إبليس كان بسبب إنه امتلك أسرار تحضير الملوك السبعة الأرضية والعلوية وعزائمهم وطلاسمهم، وأسرار ملوك الكشف والطلاسم السليمانية السبعة، وطرق صنع وكتابة الطلاسم والعزائم، ده غير التحكم في عالم المرضى والشياطين وتسخيرهم لخدمة الشر والأعمال السفلية. وكل دي علوم ما يفهمهاش الشخص العادي، يفهم فيها السحرة والمشعوذين. وعبد الفتاح الطوخي اتولد في قرية ميت رهينة بمحافظة الدقهلية سنة 1920، وكان في بداية حياته شخص عادي وطالب علم من طلاب الأزهر الشريف، لكنه في أثناء دراسته الجامعية ادى اهتمام لعلوم الفلك والكواكب والأبراج والطاقة والروحانيات، لكن شوية شوية الموضوع اتطور واتعمق في دراسة الماورائيات، ومنها اتنقل لدراسة العلوم الباطنية والكهانة والسحر والشعوذة. وبعد تخرجه من الأزهر الشريف سعى بشكل جاد للبحث وراء الغيبيات والكشف وطرق تحضير الأرواح والبحث في سر الطلاسم والتمائم واستنزال الشياطين. وبعد ما أصبح ملم بأسرار العلوم الباطنية وأصبح واحد من القليلين اللي قدروا يفهموا أسرار الطلاسم السليمانية وأسرار الملوك الأرضيين والعلويين، قرر أنه يأسس معهد علمي خاص سماه معهد الفتوح الفلكي. والمعهد ده كان أول معهد من نوعه في مصر، ويمكن في المنطقة العربية، لأن المفروض أنه كان معهد لتعليم الطلاب علم الفلك والروحانيات والطاقة، لكن الحقيقة كانت غير كده. والمعهد كان بيعلمهم العلوم الباطنية والسحر والممارسات السفلية وطرق الكشف وكيفية تسخير مرضة الجن والشياطين وطرق التحكم في ملوك الجن وحبسهم والتحكم فيهم، ده غير الكهانة والعرافة والتنجيم والخط على الرمل وقراءة الكف والفنجان والمندل. وخرج المعهد ده عدد كبير من السحرة والمشعوذين، وتخرج على إيد عبد الفتاح الطوخي أسماء كبيرة من ملوك السحر المشهورين في مصر والعالم العربي، اللي كانوا بيعتبروه سيدهم وأبوهم الروحي. ومعظم السحرة دول اتسببوا في كتير من الكوارث الاجتماعية جوه مصر وخارجها بسبب تسليطهم للشياطين على حياة الناس. وبالمناسبة، من بين الشخصيات اللي درست في المعهد ده هو الساحر المصري الشهير السيد الحسيني الفلكي، صاحب العزيمة البرهتية، واللي قدر عن طريق فيلم سينمائي انه ينشر التميمة دي في معظم البيوت وتسبب في كوارث كبيرة. والسيد الحسيني كان من أشهر السحرة في مصر، وكان معروف عنه قدرته على تسخير الجن والشياطين واستخدامهم في الأعمال السفلية والتحكم في البشر وأذيتهم. ويمكن تكون حادثة وفاة الساحر ده وبشاعتها أكبر كاشف لقدراته الشيطانية، واللي اتعلمها على إيد أستاذه في السحر عبد الفتاح الطوخي في المعهدية. وعلى فكرة الدولة أممت المعهد ده في الستينات، واشتهر الطوخي شهرة كبيرة جداً بسبب قدراته العجيبة في السحر وتعامله مع الجن وقدراته على تسخيرهم، ده غير مؤلفاته الكتير في نفس التخصصات. لكن دي نص الحقيقة، أما نصها التاني فشهرته اتبنت على انتقاده من كافة علماء الدين الإسلامي ومشايخ الأزهر، واللي حرموا عمله وحرموا تعامله مع المرضى والشياطين، واتهموه بالتضليل وبالدجل وبالشعوذة، وحذروا من التعامل مع كتبه أو قراية مؤلفاته، ونهوا بشكل كبير عن قراية الطلاسم المكتوبة جوه الكتب أو تجربتها، لأنهم اتأكدوا على أن قراية الطلاسم ولو بالمرور بس عليها كافي لتدمير الشخص نفسه وهلاك أسرته. الغريب بقى أن تحريم كتبه ومؤلفاته خلق عليها نوع من الطلب، فكانت الأكثر مبيعا في فترة من الفترات، لكن في معلومات وتوثيقات لأشخاص مختلفين قالوا أنهم تعاملوا بالطلاسم المكتوبة جوه كتبه، والشخصيات دي اتقسموا لقسمين: قسم قال إن استخدامهم للطلاسم وصلهم للي كانوا عايزينه، وقدروا عن طريقها إنهم يتحكموا في القوى الخفية
قهوة يسخروها، والنص التاني اتدمرت حياتهم وراحوا في خبر كان. والفرق بين القسمين ان القسم الاول واللي نجح في استخدام الطلاسم كان في الاساس ساحر وعنده قدرة من المعرفة بعلوم السحر والممارسات الشيطانية، فعرف يستخدم الطلاسم ويوظفها في تسخير الجن والشياطين. يعني الكتاب معلمهوش لانه كان متعلم اصلا، لكنه اداله مجموعة من المفاتيح اللي قدر يوظفها علشان يوصل للكشف اللي بيسعى له او يفك الرصد اللي مش قادر عليه، وغيره وغيره من الاعمال او الممارسات الملعونة. اما القسم التاني فده الفضولي اللي حب يجرب بدون علم، ودخل في الموضوع موضوع بجهل وجرب الطلاسم بدون وعي بقدرتها التدميرية وبدون إدراك لوظيفة كل عزيمة ودرجة الجن المكلف بخدمتها. فده اتدمر واتقلب عليه السحر ومعرفش يرجع زي ما كان قبل ما يبص في الكتاب، لأن السكة دي كانت سكة اللي يروح ما يرجعش. وعبد الفتاح الطوخي صاحب عدد كبير من الكتب الخطيرة والمخيفة، ويعتبر من أكبر السحرة إنتاجا للكتب. وصلت مؤلفاته لـ80 كتاب تقريبا، منها كتب اترجمت لعدد من اللغات أشهرهم الإنجليزية. ورغم العدد الكبير ده إلا أن كتبه بتتكلم عن عدد مختلف من الموضوعات، لكن كلها بتتعلق بنفس الفكر الشيطاني، زي كشف الأسرار الخفية وسحر هاروت وماروت وطرق تسخير وتحضير الأشباح وملوك الجن الشياطين والسيطرة عليهم وطرق الدخول لممالك الجن وطريقة استقبال الأرواح واستنزالها من العالم الآخر. ده غير مجموعة من الكتب بتتكلم عن قراية الكف والفنجان والكوتشينة، ومجموعة تانية بتتكلم عن طرق السحر عند الشعوب المختلفة. ده غير إنه إدى اهتمام كبير في كتبه لعلم الحروف وقدرات كل حرف وأسراره واستخداماته. ومن أكتر الكتب اللي بتتوصف بالمرعبة اللي ألفها الطوخي كتاب كيفية جلوس الخلوة، وبيتكلم فيه عن كيفية استقبال أرواح الأموات من العالم الآخر، وهو كتاب مخيف بيستعرض فيه الطوخي سلطته على عالم الجان وإزاي ملوك الجن الكبار كانوا رهن إشارته وبينفذوا له أي طلب يطلبه. وبالمناسبة كتب الطوخي كانت بتتميز بالتفوق اللغوي، وكانت بتحتوي على أبيات شعرية من تأليفه، ولازم في كل كتاب يكتب كام بيت من الشعر ويعرف نفسه بنبذة تعريفية ويكتب عنوانه. وقبل ما تسأل ليه بيكتب عنوانه هجاوبك، هو بيكتب عنوانه علشان اللي عايز يعمل عمل واللي عايز مساعدة في كشف أو رصد أو فتح، يعني علشان يسهل على مريديه إنهم يوصلوا له. وفترة نشاط عبد الفتاح الطوخي في المجال ده بدأت في الـ50s ولحد الـ2000s، واتسجن في الـ60s بعد تأميم معهده. والسبب في سجنه هو نبوءة غريبة حبتين، لأنه كان اتنبأ بوفاة زعيم عربي معروف وقال إن الزعيم ده هيموت مسموم. وقتها الزعيم ده سمع النبوءة فأمر بالقبض عليه وسجنه بتهمة الشعوذة والدجل. لكن الغريب إنه هو في السجن اتوفى الزعيم ده، ورغم نفي جهات كتير إلا إنه لحد النهاردة في شك في إنه توفى مسموم. على العموم خرج عبد الفتاح الطوخي من السجن بعد وفاة الزعيم بفترة، وعنها وسافر برا مصر وعاش برا لفترة طويلة. ورغم سجنه وتأميم المعهد وسفره للخارج إلا إن الطوخي ما بطلش ممارسة السحر والطقوس الغريبة اللي كان بيعملها، ولا وقف كتابة كتب السحر الأسود والأحمر وطرق استجلاب الشياطين، ولا توقف عن تعليم السحر وأسراره، وعاش عمر طويل جدا. ومات الطوخي وعمره 102 سنة بعد ما قضى وقت طويل بيتألم من شدة المرض اللي ما كانش عارف له علاج، وفي النهاية لا نفع شطان ولا لقى جن يحوش عنه الوجع. والنقطة دي بالإضافة لموضوع سجنه كانوا باب من أبواب التهام وبالضلال والتضليل، لأن العلماء الإسلاميين اللي تصدوا لنشاطه استغربوا ليه في نهايته ما نفعهوش الشيطان، وليه ما خرجوش من السجن مارد، وليه ما شالش عنه المرض ملك من ملوك العلويين والسفليين. بس كده، لو وصلت معايا للدقيقة دي وما زهقتش انا بشكرك جدا. ياريت تكتب لي في التعليقات علشان اعرف، وياريت تحاول تنشر الفيديو في كل مكان. كان معاكم اخوكم ناصر حكاية، سلام عليكم.